هما مش فراعنة، هما المصريين القدماء، واللغة المكتوبة دي مش طلاسم ولا سحر. أول من 5 سنين أخد الولاد أنزل بيهم المتاحف، نروح أرت جاليريز أعرفهم على الفن والتطور بتاعهم إزاي ابتدى وبعد كده اختفى ورجع تاني بشكل مختلف. أكتر حاجة بسطتني إن أنا اتعلمت واكتشفت حاجات أكتر عن الحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده في مصر، ولقيت ان من الولاد استجابة اكبر بكتير وانهم عاوزين يعرفوا اكتر، فابتديت يعني اشتغل على ان انا اعمل منهج ادرسه للطلبة في المدارس. احنا بننادي ان نكون هويتنا مصرية، الهوية بتاعتنا ان احنا نعرف لغتنا وما نستناش من حد انه يترجم لنا، وده أبسط حق على كل مصري وكل طالب إنه يفهم مكتوب إيه على جدران بلده.